أظن أن العزيز سوف يخرج علينا الآن. نعم، حتى يأمر بإعطائنا القمح. نعم، إنها لحظة مهمة جدا لنا. أريد أن أعود كي أطمئن على أبي وأهلنا. وخرج يوسف عليهم وطلب منهم أن يأتوا بأخيهم بنيامين حتى يعطيهم القمح وما يطلبون وليزيدهم كيل بعير. نشكرك أيها العزيز ونعدك بأننا سنراود عنه أبانا. هذا ظننا بك من بداية الأمر. أحسنت إلينا، أحسن الله إليك. ولكنهم لا يعرفون ما يرتب له يوسف الصديق. لابد أن نعود مرة أخرى إلى مصر. نعم، حتى نزداد كيل بعير. لك ما تريد يا عزيز مصر. سنعود سريعا أيها العزيز. لقد تمنى يوسف أن يرى أخاه بنيامين فطلب منهم ذلك وقال: ألا ترون أني أوفي الكيل؟ سيرفض أبي هذا بالتأكيد، لكن يوسف أصر على أن يكون معهم بنيامين في المرة القادمة. وعدناه بأننا سنحاول، ولكن أخشى أن والدنا لن يسمح بذلك. يكفي ما حدث لأخينا يوسف. لا يمكن أن نفتح هذا الأمر مع أبينا. أمر يوسف من حوله أن يضعوا البضاعة التي جاء بها إخوته في رحالهم دون أن يشعروا. لقد تأخر إخوتي وأشعر بقلق شديد عليهم. إنها رحلة سفر طويلة جدا يا دينا. كل ما أخشاه أن يحدث لهم مكروه. اللهم الطف بهم. لقد تعددت البلاءات على أبي نبي الله وهو صابر محتسب. هكذا الأنبياء دائما يا دينا. هيا حتى لا يقلق علينا أبونا. ما زال يعقوب يعلم الناس عقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وما زال قلب يعقوب حزينا بسبب بعد أبنائه فضلا عن فقد يوسف عليه السلام. لكنه النبي الصابر على البلاء، فطوبى لمن صبر واحتسب على ما أعطاه الله. كيف يمكن لقائد مثل زاخار أن يخون ملكه؟ كيف يجرؤ على ذلك؟ كيف يمكن أن يغامر بمستقبله من أجل هؤلاء الكهنة المفسدين الفاسدين؟ علينا أن ننتظر حتى نرى ماذا سيفعل زاخار.
أرى أن نستدعي الطبيب لسيدتي زليخة. وماذا يفعل الطبيب في نفس محطمة أيها القائد زخار؟ أحياناً أشفق عليها من حزنها الشديد، لقد خسرت كل شيء. وانصرف إخوة يوسف فرحين بما آتاهم الله من فضله عن طريق يوسف الصديق. لقد حققنا ما جئنا من أجله. الحمد لله رب العالمين. نجونا من الجوع وأهلنا نجوا معنا، ولكننا لن نستطيع العودة إلى مصر ثانية. وعدناه بأننا سنحاول، ولكن أخشى أن والدنا لن يسمح بذلك. نعم، لا يمكن أن نعود إلا ومعنا بنيامين. هذا غير ممكن، مستحيل أن يحدث هذا. نعم، سيرفض أبي هذا بالتأكيد. بعد ما حدث ليوسف لن يأمن على بنيامين معنا. نعرض عليه الأمر ولنرى ماذا سيقول. إياكم أن تعرضوا على أبينا مثل هذا الأمر. لقد جهزت مبلغا كبيرا من المال والذهب لزخار. لقد كنت معه منذ قليل وأبلغته أن يكون الأمر سريعا. لابد أن نتخلص من الملك ويوسف. لا تقلق، القوات كلها مع زخار وقد وعدني بتنفيذ كل ما اتفقنا عليه. وما الذي أخره عن ذلك؟ التمس له العذر يا كبير الكهنة، إنها مغامرة كبرى. تعني أنه كان مترددا في الأمر؟ بالتأكيد كان خائفا، وقد أعطيته جزءا من المال والذهب. فاطمأن قليلا. لا يستطيع أحد أن يضحي بكل هذا من أجل الوفاء لهذا الملك. نعم، سيفعل زخار كل شيء من أجلنا ومن أجل نفسي أيضا. وعاد إخوة يوسف إلى بلادهم محملين بالقمح والطعام.